العزوز الحكيم. وتعلم محمد العزوز الحكيم هو هذه الشخصية الأول حالة هو جميعا العزوز الحكيم هو المؤرخ لمتغوان زاد سنة 1924 ودرس في إسبانيا وتقلد مجموعة من المهام في الإدارة الاستعمارية الإسبانية مما أتاح له التمكن أو مجال يتمكن من أرشيف مهم جدا أرشيف الإدارة الاستعمارية أرشيف يهم جميع مناطق الشمال المغربي وحتى الجنوب ومغرب بصفة عامة. لذلك فاختيار هذا الأرشيف هو يعني نوع من إثارة الانتباه إلى ما يتضمنه من معطيات مهمة جدا حول المدينة العائلة، خاصة أن هذه المدينة كما جاء على لسان السيد السيسي القمري يعني تعرف خاصة كبيرة على المستوى البحث الأكاديمي فيما يرتبط بتاريخها وخاصة مرحلة الحماية مرحلة الاستعمارية الإسبانية. مدينة العائلة بطبيعة الحال ربما ارتبطت كثيرا بالفترة الحديثة والفترة البسيطة بالنظر لكونها كانت معرضة لمجموعة من الهجمات البرتغالية والإسبانية باعتبارها تقريبا من الدور المهمة المغربية. لذلك فنجد غالبية الدراسة تتطرق للأدوار العائلة إلى المرحلات أو الفترة الحديثة لكنها توفي يعني معطيات مهمة جدا عرفتها المدينة في فترة الحماية أو المرحلة فترة الخضوعية للاستعمار الفرنسي. أخذ بعين الاعتبار أن هذه المدينة يعني وكأنها لم تعرف حرابا وطنيا في تلك المرحلة حسب يعني يمكن الدراسات الموجودة وذكره سبحان الله في كلمته التدريبية يعني غياب أطروحة للدكتور إلى حول الحركة الوطنية في مدينة العريش. هذا أكبر دليل على أن المدينة تعاني ظلما. قد يعطي الانتباع يعني هذه المدينة أو الانتباع على أن الحراك الوطني كان ضعيفا بينما إذا عدنا فقط إلى أرشيف حزب الإصلاح الوطني وإلى الكتاب المهم الذي نشرته المنظومية حزب الإصلاح الوطني لحسن الصفار هذا الكتاب يتحدث عن وجود أرشيف في خزانة المدينة بلشبونة يتضمن حوالي محاضر حوالي 85 جلسة بمعنى هذا الفرع كان فرعا نشيطا جدا وهذه المحاضر من شأنها تسلط الضوء على حراك الوطني قوي على الأصول يعني المدينة في تلك المرحلة لكن للأسف لم يتم الاشتراك عليه. إذا من كل هذا يعني من كل هذه الأرشيفات اخترت أن يعني أشتغل على نموذج من أرشيف وثائق العزوز الحكيم وخاصة أثارت انتباهي إلى ما كنت أشتغل على الموضوع مسألة مهمة جدا وهي علاقة الحركة الوطنية ب الحركة العمالية في مدينة العريش. لماذا؟ لأن القسم الكبير والعريش كانت منطقة عمالية مهمة باعتبار وجود صناعة يومية الكورن كارتاس التي نشرها محمد العزيز الحكيم في وثائق تشهد فكانت تقوم حوالي 3 عامين وهذا العمال يعني كانوا يستغلون تارة يعني من طرف الحركة الوطنية وكانوا أيضا معرضين الاستغلال بأنه في الطرف حتى الشيوعيين الإسبان على إسبان أن يعني المرحلية الشيوعية تتكون للمال أساسا يعني وجودها وأساسا حركيتها. لذلك سوف أتطرق إلى يعني احتياجات العمال التي عرفتها مدينة العريش سنة 1930 والتي كانت موضوع مجموعة من المراسلات ومنها يمكن أن نستشف يعني نوع من العلاقة الملتبسة بين الحركة الوطنية والشيوعية وأيضا نطلع على الطريقة التي حاولت إسبانيا تعالج بها هذا الموضوع. وهنا سأحاول أن أستعرض على الكل منتقفات من بعض الرسائل التي تبادلها محمد بن عزيز الحكيم عفوا الكورونا للقفص مع المراقب المحلي لمدينة العريش. يقول قفص في يومية يوم 1/1/1930 أضرب العمال مراكب شركة لوكس العريشي العريشي هذه العمل ساعتين فكتب يعني الكورنيل كاباس اخبرني المراقب المحلي بالعريش ان المراقب العمال المرتبين لشركه لوكس اقربوا عن العمل لمده ساعتين واكد المراقب المرقوب انه ليس للوطنيين يد في ذلك وانما يتعلق الامر
بعض العمال من غيرهم الذين التحقوا منذ اسبوع بالشركة القرى واصلا من المنطقه الفرنسيه المجاوره. هنا مراقب محلي في سلسله الحركه الوطنيه بهؤلاء العمال لمساعده تطور المراسلات ويحاول ان تخلص الى بعض السلسله المرتبطه بهذا الموضوع. اذا كباس دائما يتحدث يقول بعد يومين بلدى العمال القسم الكبير يتحدون حيث قاموا بعقد الاجتماعات السريه الغرب منها هي الاداره عام عن العام. في الحقول كما اكد لي يعني المراقب الاداره عام عن العام وقد اكد لي المراقب المذكور يعني المراقب المحلي العلاج ان محليه العمل والعمال الغربيه لا تزول الى المنطقه المجاوره للعمل. في الحقول كما اكد لي مره اخرى انه ليس بعناصر الوطنيه هي تتعلق بهذه التحركات. هنا المراقب المحلي في اسبانيا في ان تكون الحركة الوطنية صلة بهؤلاء العمال، ولكن إذا تأملنا جيدا في هذا الكلام فهو لا ينفي هذه العلاقة بل تعود التبرئة للحركة الوطنية وهو وإنما كان يحاول أن يعطي انطباع لكباس الذي كان مسؤولا في الإدارة الاستعمارية على أن الأمور في منطقته مضبوطة وبأنه يعني لا تستطيع الحركة الوطنية أن تسبب يعني احتجاجات من هذا النوع، هو كان يدافع عن نفسه. لكن الإدارة الاستعمارية التي لديها هذه الاحتجاجات وخلفيتها أرجعتها إلى وجود إلى نوع من وجود نوع من التشيعي الإقليمي يعني بمنطقة على مستوى القصر الكبير. لذلك يقول فلا مراقب إسباني لويس لوبيز فيلر يمكن أن السيد لوبيز فيلر مسرب على أن يعتبر كل حركة العمالية المغربية ناتجة عن عمل شيوعي وذلك بالرغم من أنه يعلم أن الناس الشيوعي ليس له وجود في هذه المنطقة حيث أن هذا الشيوعي لا يفوق المناسب 100 بالسلوان و100 بالعلاج زيادة على أنه ليس يمكن تأثيره على المغاربة الذين لا يملكون لا يمكن أن يتعاملوا معهم أو من يعتبرونهم ملحدين بما أنه الإدارة الاستعمارية إذا كان البعض يرجع في الإدارة الاستعمارية يعني تغلغل هذه الاحتجاجات إلى تغلغل المد الشيوعي وتحريكه للعمال في العرائش، فالبعض الآخر انضغط نفس الإداريين في هذه المسألة بدعوى أنه العمال المغاربة مسلمون ولا يمكن أن يتحدوا مع الشيوعيين باعتبارهم ملحدين، لكن هذه المسألة تفردها ذلك التقارب الذي حصل بين الحركة الوطنية والجبهة الشعبية التي تولت الحكم في الثلاثينات والتي تسبب في اندلاع حرب الأيام الإسبانية. إذن هنا نرى نوعا من الالتباس والغموض وستتضح الأمور بعد ذلك. كباس نفسه هناك وزيقة أوضها عبارة عن قصصة للجنوب العباسية في أفريقيا أو بدا محمد بن عز الحكيم يوسف عباس تتكلم من 1931 تقول لقد بقى هناك مهم عام في تصريحاته يوم 14 على أنه على علم مبين بالأخطاء التي تشكلها الشيوعية والحركة النقابية على هذه المنطقة، والسبب الذين كانوا ينفون وجود تلك الحركة كانوا يجهلون أن الخطر يوجد في كوكب الدول الشيوعية والنقابية توجد متسلسلة في الحركة الوطنية. إذن هنا بدأت تتضح بعض خيوط هذه الاحتجاجات وهي أن متمثلة في أن الحركة الوطنية كنوع من إخفاء نشاطها حاولت أن حركت العمال لكنها حاولت أن تضيع ذلك تلك الاحتجاجات كونها احتجاجات منطلقة من تبيئة الشيوعية لتختبئ وراء هذه المسألة وتناظر تحمل العمال لكن لا تظهر الحركة الوطنية في الصورة. إذا هنا كاتوس يدعو في نفس الاتجاه يبدو أن هناك من نبه المقيم عام في عمق التصريحات التي أدى بها المعاش المغرب وهذا ما يفسر التعليق الذي نشرته جريدة لاكازيتا لأفريقيا حيث قالت أن الأمر يتعلق بعمل شيوعي ونقابة تقوم به الحركة الوطنية. إذن الإدارة الاستعمارية تبدأ الأمر تنفي مراقبي المحليين ينفون على نقاط الحركة الوطنية بالاحتجاجات أطراف الإدارة الاستعمارية تتهم وتوقع وجود المد الشيوعي أطراف الوطنية بات إلى أن هذه الاحتجاجات بدافع من الحركة الوطنية لكنها تناور على إظهار الاحتجاجات النقابية مرتبطة بالحزب الشيوعي. لكن هنا سيأتي محمد بن عز الحكيم وعلى تفسير آخر لهذه الاحتجاجات وهو أن هذه الاحتجاجات كانت بإعاز من فرنسا التي كانت تريد أن
يعني تنفع الاوضاع من التوتر لكي لا تدرك انتخابات محليه التي اقرها يعني اقرتها الجبهه الشعبيه في اطار تقاربها مع الحركه الوطنيه سنه 1931 و1932. اذا فرنسا كان لديها تخوف من ان تكون هذه المكتسبات او ان يتاثر الوطني بالجنب في هذه المكتسبات ويرفع سقف مطالبهم. اذا يعني في نهايه المطاف يعني من خلال الشغل على هذا النموذج يعني نحن نتحدث عن موضوع يشكل ماده خصبه بالنسبه للطلبه والباحثين وهو موضوع الحركه العماليه بمدينه العرائش وعلاقتها بالحركه الوطنيه وادوارها الى غير ذلك. هذا فقط نموذج من المعطيات التي تضمنها ارشيف هو تحت محمد بن عز الحكيم والتي تفتح افاقا بحثيه امام الطلبه والطالبات. وفي تفصيل المداخله ستكون هناك معطيات اكثر تنشر. شكرا جزيلا لكم.